حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة من نوعها، ولأن ده فيها مفاجأة كبيرة بقالنا أكثر من شهر أنا وكل أسرة البرنامج بنسعى إنها تتحقق، وهي نتيجة الحالات الحقن المجهري اللي كنا تكفلنا بيها بالكامل هنا في البرنامج، واللي الحمد لله ثمرت مجهودنا بفضل الله ودعواتكم كانت نتيجتها إيجابية، وهي نتيجة حالة أستاذ كمال فرج وزوجته أستاذة ياسمين شوي، واللي إن شاء الله بعد 9 شهور من دلوقتي نبارك لهم على الضيف الجديد اللي هينور حياتهم. وعشان نهنيهم ونشاركهم فرحتهم معانا دلوقتي مداخلة على سكاي مع أستاذ كمال فرج وزوجته. أهلا وسهلا أستاذ كمال، سمعني؟ احنا معانا دلوقتي لايف استاذ كمال فرج وزوجته مدام ياسمين، الحمد لله ربنا رزقهم بنتيجه ايجابيه في حالات الحقن المجهري. هم معانا على سكايب دلوقتي بس واضح ان هم عندهم مشكله في الصوت. هل سامعني؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الصوت دلوقتي، هنحاول نعاود الاتصال بيهم. احنا برضو الحاله الثانيه اللي كانت معانا مدام هيام وزوجها للاسف ما حصلش حمل، وان شاء الله هنعيد المحاوله تاني، واحنا هنرجع تاني للاتصال بيهم. و يعني الحاله الثانيه اللي ما حصلش حمل احنا بنقول لهم معلش وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نعيد المحاوله تاني وربنا يكرمهم ان شاء الله.